أو استخدام أي أسلحة كسبيل للتهديد تجاه أي دولة. وكذلك هذا البيان التاريخي له مغزاه القوي، وتناشد الصين كل الدول النووية الالتزام بهذا البيان بتقليص احتمالات مخاطر حرب نووية في هذا المضمار. السيد الرئيس، موقف الصين تجاه مسألة أوكرانيا واضح وثابت، وقد أصدرنا ورقة بشأن موقفنا بخصوص تسوية الأزمة الأوكرانية، وأوضحنا فيها موقفنا واقتراحاتنا، وبما يشتمل على الامتناع والاعتراض على أي هجمات تجاه مواقع نووية، وأنه ينبغي منع أي حرب نووية، وكذلك منع أي أسلحة نووية أو أي حروب نووية. سلسلة من الأحداث مؤخرا أثبتت أن معاودة الحوار والتفاوض والنهوض بتسوية سياسية ينبغي أن تحدث في القريب العاجل، وينبغي على كل أطراف التحلي بالانضباط والامتناع عن التوتر والامتناع عن كل أفعال تزيد من التوتر أو تخرج عن نطاق التحكم. وكذلك فإننا نؤكد على أهمية مواصلة المباحثات والمفاوضات. الأهمية ستواصل الصين دورها البناء سعيا لوقف إطلاق النار لإنهاء هذا الصراع وإعادة السلام. وشكرا حضرة الرئيس. نشكر سعادة ممثل الصين على بيانه، والآن نعطي الكلمة لسعادة ممثل مالطا. شكرا. ونشكر سعادة الممثلة السامية سيدة ناكاميتسو على عرضها الوافي والمهم. نؤكد على التزامنا الثابت تجاه عدم انتشار أسلحة نووية ونزع السلاح ومعاهدة عدم الانتشار حجر الزاوية لنظام عدم الانتشار. كلنا قناعة أنه السبيل الوحيد الممكن توخيه إن كان لنا أن نكفل السلم والرفاه والمستقبل الأمن للجميع. ليس هنالك من نفائز في أي حرب نووية، بل الجميع خاسرون. وكذلك فإن العواقب الإنسانية والبيئية الوخيمة ستظل تعاني منها الأجيال المقبلة. تجذب مالطا المخاطر النووية أو التهديدات بالنووي، وهذه الأعمال تقود نظام عدم الانتشار. كأعضاء في المجتمع الدولي تقع علينا مسؤولية عدم الخوض في أي حرب نووية. منذ بداية العدوان الروسي تجاه أوكرانيا منذ أكثر من عام، فإن العالم حبس أنفاسه لدى مشاهدة الأعمال العسكرية غير المسؤولة التي قامت بها روسيا في المناطق وحول المرافق النووية المدنية في أوكرانيا، وكذلك مواصلة الاحتلال للمفاعل الأكبر في أوروبا النووية في زابوريجيا. وعلى مدار العام فإن السلم والأمن الدوليين ظل مهددين بسبب المخاطر النووية الروسية غير المقبولة، وذلك في اتجاه جارتها. فضلا عن ذلك، ومنذ بضعة أسابيع أعلنت روسيا أنها تعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، وهو آخر اتفاق ثنائي بينها وبين الولايات المتحدة. هذه الأعمال تهدد ملايين من الملايين في أوكرانيا وما يتجاوز حدود أوكرانيا. إن الآثار الإنسانية والبيئية للأسلحة النووية لا يمكن أن تقتصر فقط على القارة الأوروبية، والحرب كانت لها مغبة في مجال الأمن الغذائي، ويمكن أن نتخيل الآثار المضاعفة الكارثية التي قد تترتب على معادلة أو
أسلحة نووية تضاف إلى المعادلة. وكذلك معظم الدول بما فيها الدول النامية قد سعت جاهدة لإحراز التقدم في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار. بدلا من ذلك فقد تمت انتكاسة، ومنذ بداية العام الماضي فالأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس ما في ذلك الاتحاد الروسي أعادوا التأكيد على الإعلان الهام المتعلق بعدم جواز أي حرب نووية، وإن بيان وتصرفات روسيا النووية غير المسؤولة تتعارض وهذا الإعلان. نؤكد على كون مسألة تخزين أو نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس هو أمر يقوض السلم والأمن الدوليين ويزيد من المخاطر بإن إدلاع حوادث نووية، وهذه الأمور لا ينبغي السماح بها إطلاقا. مناقشاتنا اليوم هي نتيجة حتمية لما قامت به روسيا من حرب غير مسؤولة وغير مبررة وغير شرعية تجاه أوكرانيا. ومرة أخرى فإن مالطا تعيد التأكيد على ندائها لروسيا لكي تسحب مباشرة وتتوقف عن عدوانها وتسحب كل قواتها من حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا. شكرا، نشكر سعادة مالطا على بيانه، ونعطي الكلمة الآن لسعادة ممثل المملكة المتحدة. شكرا السيد الرئيس، ونشكر الممثلة السامية ناكاميتسو على إحاطتها. وكما قال آخرون في يناير كانون الثاني 2022 فإن قيادات الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس قالت أن الحرب النووية لا يمكن الفوز فيها ولا ينبغي اجتيازها. الأسلحة النووية طالما ظلت قائمة ينبغي أن تكون دفاعية ورادعة للوقاية والحلولة دون الحرب. وبالرغم من هذا الالتزام ومنذ بداية العدوان غير الشرعي من جانب روسيا على أوكرانيا فإن رئيس بوتين قد انخرط في حديث غير مسؤول نووي. لنكن في منتهى الوضوح، لم يهدد أي أحد سيادة روسيا، ولم تقم أي دولة باستخدام الاحتمالات النووية في هذا الصراع، وإن روسيا هي التي انتهكت ميثاق الأمم المتحدة من خلال غزو لسيادة دولة أخرى. إن رئيس بوتين قد قام بإعلان في 25 من مارس آذار بشأن آخر المحاولات للتخويف، وقد سمعنا مزاعم بروتين وأعلن عن إمداد المملكة المتحدة لأوكرانيا بذخائر من اليورانيوم المنضب، وأن روسيا تعرف أن هذه الذخيرة تقليدية وليست نووية. وهو مثال آخر على التضليل المتعمد من جانبهم. ونرحب بنداء الرئيس شي للمجتمع الدولي تضافر الجهود لمواجهة مخاطر الأسلحة النووية. واستمعنا إلى بيان الصين اليوم، وكذلك نلحظ أن هنالك بيان مشترك بين الصين وروسيا بشأن عدم جواز نشر الأسلحة النووية في الخارج. وبالرغم من هذه البيانات للنوايا فإن روسيا ظلت تقوض هيكلية التحكم في الأسلحة ومراقبتها، بما يمس سلبا بالأمن الجماعي والانتهاكات المستمرة من جانب روسيا لمعاهدة الـINF نتج عنها انهيار المعاهدة في 2019. وفي هذا العام فإن روسيا قد علقت المشاركة في نيو ستارت. فإننا نؤكد على دعمنا لشعب أوكرانيا ونناشد روسيا نزع فتيلة التورط، وينبغي البدء ب
التوقف عن هذا الغزو غير المشروع وغير المبرر. شكرا للمملكة المتحدة على هذا البيان، ونعطي الكلمة الآن لسعادة ممثل غانا. السيد الرئيس، بداية نشكر الممثلة السامية السيدة إيزومي ناكاميتسو على حضورها المجلس وعلى الوضوح في بيانها وعرضها أثناء كافة الاجتماعات للمجلس بشأن أوكرانيا وروسيا. فإن غانا كانت دوما متصخة في موقفها بشأن ضرورة توقف روسيا عن العدوان على أراضي وسلامة أراضي أوكرانيا، و على أساس المساعي للتسوية السياسية للنزاع، ونعيد التأكيد على هذا الموقف المبدئي، وكذلك حظر استخدام القوة عملا بالمادة 2-4 من الميثاق. وإذا تتواصل الحرب في أوكرانيا فإن كان أنه قد حدث